جنبه، لازم تخلي الكلب مش قدامك يجرك هيك، خليه على جنبك ماشي. تستمر في التدريبات، بدكش تيأس. لازم يكون عندك طول تروح، تعال. بتقدر تستعمل مكافئات طابق او اكل او اي شيء. يلا اجلس. موت 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 موت. مد ايدك هاي. ايوه موت. مد اجرك هاي كمان. موت كمان كمان. موت موت. تحركش. بالعربي احكي معه. شاطر مش ضروري لغة ثانية. شاطر. يلا احكيلك. يمين وقف. جنبي. خليه دائما تعود اول شيء على مود المشي. المشي على الجنب. ايوه جنبي. وقف جنبي. وقف. اقعد. بعد ما يقعد تعطيه مكافآت. شو بحب الاكل بتجيب له اياه. يلا نعم نعم نعم. ايوه بس شاطر شاطر شاطر. يلا موت موت موت. كمان موت كمان كمان. يلا كمان. موت 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 موت. مد كمان كمان. ايوه حق. يلا امشي تحت. المهم بدك تستمر يوم 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 يوم. كمل له شهر شهرين ثلاث أربعة. تكمل تدريب. بدكش تيأس. يعني تدريب الكلاب بده سهل جدا، بس بده ايش؟ بده طول تروح. في ناس بتروح تدفع مصاري مبالغ عشان ايش؟ عشان تعلم الكلب اجلس وسلم. ما بيلزمك لا تدفع ولا شيكي. سهل جدا. بس ايش؟ كل ما تعمل شغلة شاطر بالطعميه بتكمل. شاطر بالطعمية بتعلموا الحركات. يعني شغلات سهلة جدا، بدهاش ولا اي اشي. جنبي دايما خليه، بس الكلب يمشي على جنب واحد. شاطر شاطر.